عسلامة الناس الكل، رجعنا لكم في حلقة جديدة من ملا شيف سبيسيال رمضان. اليوم معايا شيف بليل باش نحضروا لكم دبارة بنينة لشقن الفطر. عسلامة شيف. أهلا، شنو حوالك؟ سافا سافا شيف. دوزيام كانزين سافا، دباير مازالت موجودة موجود. ديما جديد، ديما جديد وفي فورم إن شاء الله. رافي عندنا شوية قنارية، شوية حوت، شوية دجاج، فما شوكولا ظهر فيها دبارة. ديما المنيو نتاعنا يكون متنوع، حتى الما ياكلش مثلا دجاج، هكا عنده الحوت، عنده الحم، وهذيك الناس الكل معناتها. فوالا شنو عنا اليوم؟ عنا سلاد ارتيشو بالبلوند بولي. داكو وقتها هي توا القناريه ديجا ريحتها فيوحه مضبوطه بنينه. هذه القناريه الحمراء خاطر القناريه البيضاء بدات تشيح، دونك توا ناخذ القناريه الحمراء. الحمراء باهي، اوكي. دونك شنو نعملوا؟ سلاطه. سلايت باهي القناريه في السلاطه، اوكي. باش نعملوا شربه بالحم والعدس، شربة عدس بنينة، شربة العدس وننوعوا يزينا من شويه خضره شويه كلابس كل مره ننوعوا حاجه، نهار هكا ونهار هكا. باش نعملوا بلاطه رياتيلي بالفيليد مارلون، تاليتيلي فيرت، معناتها باش ناخذوا السبناخ تاع دوسي، باش نزيدوا شويه حبق، شويه معدنوس، شويه ثوم، شويه كريم فريش، نرحيوه الكل مع بعضه، ومن بعد ناخذوا هذه خضرة ما مش بالبيستو. لا مش بالبيستو، بالبيناخ. باش ناخذوا من بعد الفيليد مارلون جست بوالي، نحيوهم، نحطوا الكريم فريش نتاعنا الصوص الخضرة هذيك. من بعد نصفت المقرونه جست هكا شويه، من بعد دبارة بالحوت معناها. نعرف ما ناكلوش برشا مالوغوزمون الحوت في رمضان، اما هاكا شويه شويه تبدا دبارة هكا بنينه وخفيفه بالحوت، فكره باهيه. هكا شويه فروماج من فوق بالطبيعه. باهي، وفي الديسير عندنا بوزه. اي بوزه نستنى فيها من اول رمضان، راني البوزه هنا. اي وباش نعملوا كعبر شاميه باللوز. اي ترومبي في الشوكولا، ومن بعد مش خذينا شويه نواد كوكو رابي كيكه، شويه بيستاش، شويه لوز، من بعد نشخهم. هذه فكره تمشي للسهريه، تمشي للسحور، تمشي للكوتي الصغار، وتمشي حتى لحلو العيد. على بكري. على بكري. نعديو نعبيو هكا الحكايكه ونجمو حتى نخليوها. يبقى خاطر ديجا في الشوكولا بعد كي باش تبرد، تعمل بروتيكسيون من داخل، معناتها ما نخافوش منها باش تذوب، ليسونسيال نخليوها في البوات نتاعها. اوكي شيف، دونك شنو نستحقوا؟ باش نستحقوا من عند دوسي ليبينار، المايس واللونتي، الشربه، عندنا تالياتيلي نمرو اثنين نتاع ليبينار. عندنا شاميه الناعوره بيان سور، اخترنا اليوم شاميه سبيسيال. عندنا من عند فانواز ميلونج بوزه، عندنا حليب ديلي سونتيي، عندنا الفرماج ديليس غابي سافور ايمونتال، عندنا الكريم سيمي ايباس نتاع ديليس، والمايونيز نتاع بونا، ما غير ما ننساو ليلا ماكسي دوبل اكسل. عندنا زاده كيف كيف ليكيد فيسيل سوبر ديغريسون بالسيترون فير، وعندنا زاده لو جافيل. بالطبيعه كوجينتنا من عند كويزينا، نفكركم ما تسالش في كل حلقه، دونك كويزينا والبلان دو ترافاي de la marque Marmotech. L'électroménager interne من عند بيولوكس، عندنا الفريجيدير، عندنا الفوخ انكاسترابل، وبيان سور زاد عندنا البيتيت الكتروميناجي تو نستعملو في حلقتنا، ما غير ما ننساو زاد من عند وينوكس باش نشوفوا اليوم لا جام غرانيت جديده، هي اللي باش نحضروا فيها لي بلا نتاعنا. سي اون مارك 100% تونيزيان، عندها اون لارج جام دو برودوي، كو سوسوا لي مارميت ولا حتى زاد لي كوفير تو نشوفوهم بعد في الدريساج. ما غير ما نزيد نطاول عليكم، نبداو ديريكتومون في الغوسيت الاولى. باه شيف، باش نبداو الغوسيت الاولى؟ باش نبداو بالشربه نتاعنا، وميم طون المقرونه، باش هكا نبداو تهنينا على الملح الكل مع بعض، ومن بعد نتعداو للحلو. هذاك راس المال معناتها. باهي هكا، ومن بعد نمشيو للسلايطه والشربه نتاعنا. كيما نشوفوا خذينا لاكام غرانيت نتاع وينوكس، دونك وينوكس اللي عندهم شهاده في الجوده والسلامه. الديزاين نتاعهم كيما نشوفوا اون غري موشتي غرانولي، عندهم في الكام هذايا ست كوش انتي اديزيف، ما تلصقش. سورتو اليد معناها نتاع لي بوال اون سيليكون، ما تعديش السخانه وما تزلقش، دونك تلقاوها بيان سور ديسبو في لي غراند سورفاس وفي لي بازار زيدا. دونك لهنا شيف باش نقص لنا، نبداو اول حاجه نقص البصل. وي باش نبداو من الاول بشربة العدس. شربة العدس، شربة العدس بالحق نحب الغوسيت اكزاكت. سهلة برشا. خاطر واحد شاف في رمضان كل يوم تبارك الله الشربة، لازم ينوع معناها. ثم اللي يريحها مثلا كيما الشربه نتاع لاتراك اكزامبل، ياخذوا العدس يطيبوها هكاك ويمرقوه بالليفون، معناتها برشا خضره. وياخذوا العدس الاصفر ويعملوها شربه صفراء، وثم اللي ياخذوا بالعدس الاحمر، وكيف كيف تجي شربه حمراء، مي كلها تجي كيما البوتاج معناتها. داكو باهي. انت اليوم باش تعملنا بالعدس شنو؟ بالعدس النورمال معناتها نتاعنا نتاع دوسي. داكو.
باه وماناش باش نحيوها باش نخليو كل شيء يعني ظاهرين. باه هذه الطريقه فما برشا طرق المراجيه شفت تعطيني الشربه الخضرة. اي نحطوا الخضره الكل اكزامبل ومن بعد وقت التيب نرحيوها مره واحده تخرج كيما الكريمه انت هكا داك بنينه معها رشه من الفوق من بعدك الكمون هما يحطوا ولا يحطوا الكمون يحطوا الكمون ولا الفلفل الاحمر ولا الفلفل الاحمر دونك باش ناخذوا هنايا اللحم تاعنا اللحم بقري شايفه خذينا بقري دونك باش نقصوا او مخصو جويدين قصينا كيف كيف البصل باش نشوفوا مع بعضنا اون دي روسيت نتاع السوب دو لونتي باش ناخذ شويه زيت هكا دونك باش نحط شويه زيت زيتونه في القاع شويه اللحم نحطوا اللحم يتقلى مع البصل ديريكتومون دونك خليو اول حاجه البصل واللحم يتقلى نزيدو مغرفه تاع طماطم تجينا خفيفه شويه مش مطمطمه شويه ريس عربي نحرحره شويه زيدا باه شويه ثوم دونك كيما شفتوا راهو هذايا السوب دو لونتي مش الصفرة مش نتاع لاتراك هذايا سوب دو لونتي غامقة شوية معناها باللحم باللي مخصو دو فيونت دونك هذايا باش نحطوا فيها الطماطم باش نحطوا فيها الهريسة حطينا البصل زدنا حطينا الثوم واللحم وآخر حاجة كي بدا عندكم العدس حاضر كيما العدس هذا نتاع دوسي نجمو نحطوه بعد ما كل شيء يتقلى توا باش نطوحو هكا شويه تابلو كرويه شويه كركم شويه تابلو كرويه شويه كركم شويه فلفل زينه واذا كان حار مثلا نردو بينا من الهريسه واذا كان ثم شكون ياكل الحار سوقتو كي نبداو حاطين هريسه عربي بريفيرونس ما نزيدوش شويه فلفل اكحل وبيان سور شويه ملح هكا وباش نمرقو الشربه نتاعنا في الاخر بالكل باش نزيدوا شويه هكا سبانيلي نقصوها اون بتي كوب نمرقوا نخليها تاخذ غلوه شويه كلفس ديجا الريحه توا هكا جاتني لهنا عيطت لي شاف بنينه على الاخر خذوا لها شويه هكا شويه دونك نمرقوا بالماء بعد نزيدوا سبانيليا ونخليوها نزيدوا شويه واخر حاجه نحطوا العدس وي سهله ما فيها حتى شيء سورتو باللحم مقصوص جيد تيب فيسع معناها ما تاخذش برشا وقت ما نخافوش منها باش على الوقت دونك توا باش ناخذوا توا باش تعداو الغوسيت الثانيه اللي هي المقرونه بالصوص ايبينار وي اول حاجه ناخذوا البلاندور دونك هنا باش ناخذوا ليبينار اشي مفروم حاضر نتاع دوسي دونك دوسي اللي عندها دي برودوي دو كاليتي باش نستعملوا من بعد اللونتي في الشربه توا باش نستعملوا ليبينار اشي كيما شفتوا اون اوفرتور فاسيل سي دي برودوي ديجا كوي حاضرين بري ا لومبلوا عندها اون لارج جام دو برودوي عندها اللوبيا عندها المايس عندها البتراب الاحمر عندها زاده كيف كيف اللوبيا الخضراء دونك فما دي برودوي سيك دي برودوي ديجا ميلونجي عندها الاريكو زيدا فير وفما زيدا كيف كيف شايف لي روسيت في الظهر نتاع لابواط كيما نشوفوا لهنا مثلا بالعدس نجموا عندنا اون روسيت نتاع سلطه عدس هنا خذينا البينار نتاعنا نتاع دوسي باش ناخذوا شويه حبق حبق دونك حطينا الاخضر الكل ظهرني شايف اللي عندنا اخضر الكل نجم نحطوه ديجا سميناه تالياتيلي فيرت فيرت باش ناخذوا هكا شويه معدنوس حبق قصيناه. سبنيخ توا بقى باش نزيدوا شويه ثوم ثوم دونك هنايا باش نخلطوا كل شيء في البلاندور نتاع بيولوكس البلاندور نتاعنا كيما نشوفوا لو بول نتاعو إلي أون فيغ غرادوي لي لام أون أسيي إينوكسيدابل و بيان سور فيه ديفيرونت فونكسيون دونك فيه 5 فيتيس باش نزيدوا شوية كريم فريش هكا
دونك هوني باش نزيدو كريم سيمي ايباس لو شيف نتاع ديليس هذا فيها 30% دو ماتيار كراس شيف نستعملوها في لي باتيسري ولا زيد في لي روسيت سالي نزيدو دو بو دو بوتي واحدة ونص باهي المهم نستحق نتحصلوا معناها على ان ميلونج ليكيد شويه ليكيد اذا كان معناتها من بعد نزيدوا شويه ماء باش نحلوا الصوص باش نلقاو الوقت باش تزيد تغلي معناتها الصوص بالكدا بطبيعتنا حاجه ما حاجه والسبناخ نتاعو سايب لي زارو نتاعو كيف كيف البازيليك وما تكون ماكلتنا بنينه ان شاء الله باهي دونك نغطيو البلاندور ونخدموا 5 فيتيس دونك زدنا دو بو فينالمون كريم سيمي ايباس ديليس احنا والكونستانس تاع تاع لابارين تاعنا طبعا هكا سي بون وديجا هكا في البلاندور ساهل لا يطش لا يوسخ الدبش لا حتى شيء فيسع فيسع الصوص نتاعنا تكون حاضره وديريكتومون باش نحطو في البوال ونبداو في الصوص نتاع المقرونه تو باش ناخذوا شويه زبده نبواليو فيهم الفيلي نتاعنا نتاع النازالي داكور ومن بعد نحطوا الكريم تاعنا ونحط المقرونه تيب وهكا والفيلي باش يجي من الفوق من بعد مزيان بعد باش نحطوه من الاول بواليه كي نحط عليه شويه ملح وشويه كمون ومن بعد نحيوه في الدريساج بالكل نحطه من فوق دونك باش نبداو اول حاجه نبوالي والفيلي نتاع النازالي شايف هكا ولي وديجا من بعديكا في نفس البواله اللي عملنا فيها الفيلي نتاع النازالي باش نحطوا فيها الكريم تاعنا نحضروا الصوص تاع المقرونه كيكا الزيت اللي والزبده بلوتو اللي قالينا فيها تاخذ الكو نتاع الصوص دونك كوني خدينا زبده نتاع ديليس ديجا غرادوي دونك باش ناخذوا الكونتيتي اللي حاجنا بها 25 غرام هكاكا شايف هكاكا دونك باش ناخذوا انتر 25 و 30 غرام زبده نصفوا البلان دو ترافاي بليلا ماكسي دونك XXL دونك ليلا ماكسي دوبل بلي سي ان برودوي 100% تون سي زاد كيف كيف و سورتو سي ان برودوي اللي تنجموا تستعملوه في الكوجينا كو سو سوا باش تنشفوا يجيكم تمسحوا البلان دو ترافاي الحاجه الباهيه انه ما يتفتفتش وي تخطان باش نربحوا الوقت اللي تسخن البوان نتاعنا باش نقص نتعداو للسفنيريا دونك نفكركم اللي السفنيريا باش نقصوها دي مورسو باش نزيدوها للسوب دو لونتي ومن بعد نحطوا العدس ومن بعد نحطوا العدس ونحطوا نكملوا شويه الكلفس ندخل بالكل باش تعطينا اكل قول بنين هذه شربة عدس متنوسة شوية متنوسة. يعني الخضرة موجودة هي بيدها اللي نعملوها اللي نعملوها في المقرونة الجارية ولا في شربة الشعير واللي هو بريس كيف كيف شربة عدس متنوسة هذايا لي زانغريديون اللي مستنسين بهم ولو غو سيغتينمون زيد اللي مستنسين به اللي ما يحبش حاجة نقول لنا هكا في رمضان صفرة بيس لا شويه يحب يلغي الكوكو عن التونسي ويبدل ينجم يستعمل الغوسيت هذايا انا الحقيقه الغوسيت الصفراء زادة تعجبني على الاخر تبدل هكا لو جو وسيرتو تبدا ساعات هكا احنا ننوعوا في الريسيت نتاعنا في مالا شيف نعملوا الاصفر ونعملوا الاحمر نعملوا الالوان الكل وانتم وشهوتكم دونك الزبده غاديكا شايف بريسك ذابت والشربه زادة قاعده تهز في غلوتها باهي تو باش نحطوا السفناري نتاعنا هكا دونك خليو السفنيرة تيبو شوية من بعد نخلطو العدس بطبيعة حتى العدس طايب توا باش ناخذو لي فيلي دو ميلون تاعنا شوية دونك هذوما فيلي نتاع تاع نازالي نازالي جست نحينا الراس وخرجناهم في لي على الشوك ديجا ما فيش برشا شوك مي احنا نحاولوا نخليهم كاملين من الصغار واللي هو اوكي هنا يفوحوا شويه ملح باش ناخذ شويه كمون هكا باهي دونك ملح وكمونه ملح العاده الحوت ملح وكمون وبطبيعته من بعد باش يخلقوه نتاع واحنا باش نخليه هكا باش نربحوا باش نربحوا القوم تاعو في وسط البواله باش نكملوا فيها بعد الصوص نتاعنا دونك باش نحطوا الفيلي نتاع الحوت دوبا يتيب هو ديجا في صافي ما باش يتيب دوبا هكا يتحمر على الشرتين
ونخليوهم بعد دو كوتي ما نعاودو نرجعو له كان في الدريساج. بعد في الاخر بالكل هذا نسخنه شويه سواء نحطوه في الفور ولا في الميكرووند. فوالا باهي نخليوه يطيب على روحه. نخليوه يطيب على روحه. الصوص نتاعنا حاضره، المقرونه زاد كيف كيف شايف كان الماء يغلي نجمو زاد نانسيوها، وهكاك نجمو نتعدى ونحضروا زاد السلطه نتاعنا. الماء نتاعنا ريسك لا باش نحطوا له شويه هكا كيتا ملح، وباش نحطوا تالياتيلي. دونك هنا باش ناخذ تالياتيلي نمرو 2 نمرو 2 ليبيدور، واللي يقول مقرونه يقول ليبيدور. هاك القام مصلي على النبي معناتها بارك الله اللي تحب. احنا اخترنا تالياتيلي اليوم، انتم شنو تحبوا سباجيتي ولا اللي هو؟ اكزاكتومون تنجموا حتى بيني تنجموا كو سوا لي بات نورمال كوخت ولا لونغ، معناها فما برشا انواع، وفما حتى راهو شيف اللي يحب زاد يستعمل لي بات انتيغرال، اللي يحب البات ارتيزانال عندهم 3 فاريتي دو بات ارتيزانال. عندهم ريغاتوني الفيستوني والجيتارا، دونك زيد بنين على الاخر لي بات ارتيزانال، وعندنا زيد كيف كيف اون لارج جام دو فارين، فارين سبيسيال بيتزا، فارين سبيسيال جاتو، فما زيد الكسكسي اللي ربح السنه سافور دو لاني 2023 بور لا 9 اني كونسيكوتيف، وعندهم بطبيعه زيد السميد الجيد والمتوسط والخشين. بالحق لي بيدار عندهم اون لارج جام، وزيد السنه سي لوغ 80e anniversaire. Donc, ouais. Barkalla, 80 ans d'expérience. Ouais, je suis là, je suis là. Donc, les nez, bien, tagliatelle numéro 2, hachina tout le paquet déjà 500 grammes, bien, ouais. Hayat, tekel. Elle demande 250 grammes. 250, et là, 250, ouais. 6 minutes temps de cuisson, l'hachter mon bouteille à temps de cuisson, ou le temps, il faut que tu نجمو نتعداو شايف نحضروا سلطه. اي قايد سلطه. اليوم عندنا اون سلاد ارتيشو بولي، عندنا كيف كيف لي طومات. نشوفوا الشيف كيفاش باش يحضرها. سهله برشا. باش ناخذ هكا ناخذوا الخس، شايف باش نحط لك هذا منه باش نجمو نشوفوا بالكدا. نقصوا خشين شويه. ونجمو نخلوا ريقات هكا مزيانين بعد. للدريساج. باهي. فوالا ناخذ شويه بصل. دونك انتوما شنو تحبوا الباز نتاع السلطه؟ تنجموا تحطوا خس، نزيدوا 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 فيها الجلبانه، نزيدوا نزيدوا فيها بيتراف، الكونكومبر معناتها الفقوس. الفايده نستغلوا توا مادام وقت القناريه، نستغلوا ليتيليزاسيون نتاع القناريه وماكسيموم. السلطه اليوم بازي على القناريه. بازي على القناريه، نجموا زاد القناريه توا نعملوها قناريه مصموطه، نجموا نحطوها في اي بلا معناها كوسوسوا. نجموا نعملوا ليزارتيشو فارسي معناتها شويه لحم كيما الفارس تاع الطاجين. ايه. نحطوا فيه فما بليزيور روسيت اباز دو قناريه. ديما نختار وقت هالكعبات الكبار. باهي، هذايا شوف انت شنو عملت لها، جوست صمتها. صمتها في شويه ماء وملح. قشرتها قبل بالطبيعه، قشرت. حطيت لها قرص باش ما تكحلش. اي. ومن بعد صمتها في شويه ماء وملح. ماء وملح. اي. خليناها تبرد شويه بالطبيعه، ماذا بينا باش ما تفترش. ديريكت من بعد نبردوها نحطوها في الكلاسون. واذا كان. نبردوها. بيان سور. سينو معناتها الكولور نتاعها باش يتبدل ما يبقاش ال. تكحال سي فغي. دونك نحطوا لها من الاول القارص، طول ما نقشروها لازمها ديريكت في الماء القارص. ومن بعد هذوما حاجات شايف واحد نجم يعملهم حتى قبل رمضان، ويحطهم يخبيهم في الـ في الـ في الكونجيلاتور هكا ولا تجبد في رمضان ديريكت. خبيهم طايبين نجم ولا دو بريفيرونس نايين. كي نخبيهم ونحطهم كونجيلي ديريكت من بعد معناتها نايين. نجم نصمتوهم عصير قارص ونايين. اما نجم نصمتوهم سمطان خفيف معناتها مش تبقى طيب، اذا كان طيب وتتكنجل ديجا الكونجيلاسيون طيب، معناتها الحاجه كي نخرجوها من الكونجيلاتور تحسها طايبه معناتها كيما الجلبان. دونك دو بريفيرونس يا ما طايبه شويه ولا دو بريفيرونس نايه. برشا قارص نصمتوها ونبردوها. وكيما باش نصمتوها ماذا بيا نصمتوها عاد نخليوها لين تتحل باش نصمتوها وقتها تكحال. داكور، نصمتوها وهي ديريكت مود وما ديريكت خارج من الكونجيلاتور نجمو نصمتوها. باهي، هما لي زاستيس اللي نحبهم انا اللي يربحوا الوقت وسيرتو يكونوا ناجحين معناها. دونك عملنا خس، عملنا قناريه. باش ناخذ طماطم. دي طماطم هكايا.
نقصوا الطماطم بس لايتم تاعنا راح تشوف نقصوا باهي شنو نزيدوا فيها باش نزيدوا شويه قرص عصرة قارص عصرة بيه. قارص اوكي وي. وعنا الدجاج زيدا كيف كيف يبقى لنا الدجاج دونك البولي هذايا خدينا اسكالوب دو بولي ولا بلون دو بولي بلون دو بولي بلون دو بولي وكيف كيف زيدا سمطني شويه ماء وملح شويه ماء وملح وورقه رنت شاتينا هكا الروم البنين نتاع الرنت نجم نحطوا شويه كليل ولا زعتر الدجاج بيان سور غسلناه هكا بشويه قارص داكور باهي هذوما دي ريسيت عرفت بنان وسهلين سهلين غابيد في رمضان كما شفتوا احنا توا باش نقعدوا معاكم السويعه من زمان السويعه هذه باش نحضروا لونبخي البلا الديسير دو ديسير شنو اخر شيء السوق الشربه باش نمشيو مع بعضنا روبريك نتاعنا ما لا شيف هيلثي لو طون شيف كامل اللي حضر لنا الدريساج الكل دونك سلطتنا قاعد بيان سور تتفوح ريسك حاضره هي جوست احنا توا نحضروها بشويه مايونيز شويه مايونيز دونك ويبقى لنا كاين الدريساج في الاخر دونك بونا سبيساليزي في تو سكي سوس اي كونديمون عندها مايونيز كاتشوب سوس الاي سوس الجيريان عندها لي سوس سالاد ناتور دونك عندهم زيد لي سوس سالاد اللي حاضرين زيد يسهلوا على الاخر الدريساج نتاع لي سالاد عندهم بلوس كو 30 برودوي واللي يقول سوس يقول بونا بطبيعه دونك لهنا احنا اخترنا اليوم باش نفوقوا بالمايونيز مي عندكم اون لارج فاريتي دو سوس شيف السلطه نقصتها حاجه ولا ساي نزيدوها شويه مايس مايس باهي الالوان هكا شويه احمر شويه اخضر شويه اصفر دونك نزيدو معاها الزيتون لاكح ليكزامبل مخصوص بعد كل واحد كيفاش يحب هي سلطه كل واحد شنو عنده في الفريجيدير مي لا باز نتاع اليوم خاصو قناريه وطماطم ودجاج وبطبيعه المايس دونك هوني زاده كيف كيف خذينا المايس نتاع دوسي وهكا سلطه تكون حضرت ما يقعد كان شايف الدريساج توا باش نحطوا كيف كيف العدس نحطوا زيد العدس نتاع دوسي في الشوربه ونزيدوا نمرقوا شايفة هاي نزيدوها شويه ماء داكور دونك كيما شفتوا ديريكتومون باش ناخذوا العدس ونحطوه من غير ما نستحقوا باش نستقطروا خاطر ديجا الماء ذكا فيه لو جو نتاع العدس وباش يطيب وطيب هو ديجا باهي دونك سوب نتاعنا سي بون والشيف الصوص توا كيفاش الحوت هذاك حضر توا الحوت باش نخرجوه نحطوا الصوص نتاعنا ومن بعد ديريكتومون البات نتاعنا نحطوها في وسط الصوص وهكا نكون دونك الصوص حاضره ماهيش نزيدوها حتى شيء نحطوها في الكوالا باش تاخذ هكا الغلوه شويه باش تطيب الزرمة نتاعها نحط فيها المقرونه نستقطروا فيها نسكتوا فيها المقرونه مي لا خليك شيف تعمل لنا دريساج تاع السلاطه واضح تعمل لنا دريساج تاع الشوربه سوتينا المقرونه انا شو نمشي الملا شيف هيلثي ونرجع من بعد للديسير رجعنا مع بعضنا في الروبريك ملا شيف هيلثي ورجعنا مع بعضنا في الصالون تاعنا المزيانه من عند سوتيو فاب نحب نفكركم اللي سوتيو فاب حاضره معنا في شهر رمضان دونك نجموا تلقاو عندها كل ما تتحقوه للتاثيث نتاع الدار كو سوسوا صالون المزيان هذايا لي تابلو باس لي شيز طاوله زاد كيف كيف نتاع بيت الفطور نتاعنا دونك سوتيو فاب عندهم 15 شوروم موجودين في تونس نابل قصر هلال اي لا نوفوتي هو شوروم تاعهم جديد في سوسه سهلول نجموا تعديو اون كوموند اون ليني على السيت نتاعهم sotufab.tn و لا ليفريزون تجيكم حتى الباب الدار بطبيعه باش تكون غراتويت نهيل شنو حوالك الحمد لله صافا لاباس الحمد لله باهي شنو اخترت لنا اليوم موضوع الوغ باش نحكيو على الميموار باش عباد يقولوا عندنا دي ترو دو ميموار وفوالا دونك فوالا باهي دونك باش نحكيو على شنو الحاجات اللي نجموا ناكلوهم باش نحسنوا في الميموار اكزاكت انا نعرف الزوزه نهيل هذيك الحاجه الوحيده اللي نعرفها وانت كملي الباقي انديسبونسابل للميموار الوغ هو اون فيت حاجتنا دي نوتريمون اللي هما انديسبونسابل للبون فونكسيونمون نتاع لو سيرفو نتاعنا باش جوستومون تكون عندنا اون بون ميموار دونك لي نوتريمون هذوما ثم لي فيتامين سي تري كومبلكس اون فيت كل حاجه باش تعمل ان رول ساعات ان رول دوكسيجيناسيون ثم حاجات باش يكونوا هما اللي باش يخليو لي سيلول نو ديجينير با دونك فوالا كل حاجه عندها لو رول نتاعها خلينا احنا نمشيو ديريكت شنو حاجتنا دونك حاجتنا بلي
vitamine du groupe B, donc B1, B6, B9, B12, donc voilà. Hachetna bel les oméga 3, اللي هما موجودين في زوزه كما قلت انت, حاجتنا بالمغنيسيوم, حاجتنا بالفير, حاجتنا بالفيتامين او, حاجتنا بالزنك وحاجتنا باليود. دونك هذوما وين باش نلقاهم في الماكله براتيكمون. دونك فوالا عندنا الجيرم دو بلي, دونك اللي هو تاو نلقاوه في الكوميرس, دونك نجمو ندخلوه في ماكلتنا كو سوسوا مثلا في لي بريباراسيون تاعنا جاتو ولا حاجه, ولا حتى نحطوه من الفوق فوق ياغورت ولا حاجه. كيف كيف دونك حاجتنا بزوزه اللي فيها لي اوميغا 3, باغي لي اليمون اللي فيهم لي اوميغا 3 الكل entre autres الحوت كيف كيف. دونك لي سارديين سون تري تري ريش اون اوميغا 3 اي اسيد غرا اسونسييل, دونك لازمهم يكونوا موجودين في الاليمونتاسيون تاعنا. دونك بالنسبه لزيت الزيتونه باغي فيه اون تري تري بون كاليتي داسيد غرا, معناتها فيه لي اسيد غرا بولي انساتوري, دونك اللي هما معناتها كيف كيف اسونسييل. حاجتنا كيف كيف دونك بلي فروي روج اللي هما سي دي زونتي اوكسيدون, حاجتنا بالشوكولا نوار اللي فيه المغنيسيوم, فيه زاد كيف كيف الفيتامين بي اي تو, حاجتنا كيف كيف ميسا بالحمص, دونك اللي فيه برشا حاجات يعاونوا برشا على الميموار, دونك الفيتامين بي والمغنيسيوم. دونك فوالا, وحاجتنا بتو سكي كونتيان دو فير اللي هما مثلا اكثر حاجه فيها الفير هما لي زابا كيف نقولوا احنا الكبده القلب الحكايه هذوكم الكل. دونك فوالا نجمو ندخلوهم كيف كيف في الاليمونتاسيون تاعنا العظم. Et donc voilà les fruits de mer, donc حكينا عليهم. حاجة أخرى essentielle هي اللي ما يلزمناش نباني السكر من الماكلة نتاعنا, خاطر برشا عباد سيرتو اللي يبداو يعملوا في لي ريجيم يبعدوا برشا على الحاجات اللي مزيتين. ما لازمناش نحيو, نجمو نحيو الحاجات الزيوت الخايبة, أما يلزمنا نخليو الزيوت الباهية أونتخ أوتخ زيت الزيتونة, دونك با موان دو 2 cuillères à soupe par jour, حتى في رجيم strict شوية. حاجة أخرى اللي هي لي سكر لون, ديما ماذا بينا نخليوهم خاطر راهو هما اللي يغذيو دونك لو سيرفو. لو سيرفو حاجته على الأقل دونك ب 120 غرام سكر par jour, دونك غلوسيد كي نقول سكر معناها نحكي على غلوسيد par jour, دونك لازمها تكون الماكلة نتاعنا موجود فيها سكريات سون بور اوتون تومبي دون لي زيكسي. نقولوا سكريات وغلوسيد مش سكر, يعني نحكيو على مقرونة نحكيو سورتو على لي سكر لون, تو سكي سورتو انتيغرال دونك لي خبز complet, نحكيو حتى على شوفان, نحكيو على tout ce qui contient des glucides معناها. فوالا اوكي, هذا هو هذوما الحاجات اللي فوالا نحبذوا ان اون لي كونسوم باش نحافظوا على الميموار نتاعنا. دونك فوالا ما ننساوش بيان سور شربين الماء, هذاك انديسبونسابل, هذاك في والاكتيفيتي الفيزيك على خاطر هي اللي باش تدور جوستومون الدم. داكور باهي, دونك نهال عطاتكم الحاجات اللي بالحق انديسبونسابل. نقولوا احنا في نهارنا لازمنا شويه 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 من كل حاجه, وثم النوم بيان سور, هذاك زاد باهي لو روبو. دونك ما نركزوش على حاجه اكثر من الاخرى, راهو بيان سور الحاجات هذوما الكل هما اللي باش يعاونونا باش يكون عندنا اون بون ميموار. ميرسي بوكو نهال, احنا نمشيو ديريكتومون نرجعوا لكوجينتنا. شايف يظهر لي سبقتني بالقدية, المقرونة حاضرة, السلايطة حاضرة, بالسلاطة جوست عملنا دريساج فوالا, زدنا شوية مايونيز في الوسط وزينا بكعبية الطماطم. المقرونة توا دونك الصوص كيما شفنا حاضرة, حاضرة حطيناها في البوالة دوبها استغلوة, ومن بعد من غير ما نبردوا المقرونة ديريكتومون المقرونة حطيناها في الصوص وتحصلنا على الصوص هذايا الخضرة, واللون الأخضر مش كيما البيستو بالحق, سي با لو ميم فيغ, دونك سا سو فوا خاطر السبناخ وعاود التاب, دونك فوالا سا سو فوا كو هذايا فيغ ميليتير. دونك حطينا معاها بيان سور الحوت لي فيلي نتاع النازالي لي بوليناه في نفس المقله نتاعنا, وهي بتاخذين ربحنا كلقوم تاع الحوت, حاجه خفيفه وبنينه في رمضان بالحق, معناها سي اون فاسون زاده باش ناكلوا الحوت. قعدت لنا كان يظهر لي شيف رشه الفرماج ديليس, دونك فرماج فوندو رابي سافور اي مونتال, دونك هذا سي تري فوندون تري غورمون. لو باكي 1 كيلو يشد كم مش رمضان كامل, اما ايام تبين في رمضان نستاهلكوا برشا فرماج, دي عند جماعة يحبوا برشا الفرماج, انا ما يشدنيش هذاك يشدني جميعة. دونك سيرتو بنين على الاخر اي سوبر فوندون. هكا المقرونه نتاعنا تبدا حضرت, قعدت كان باش نستناو الشربه من بعد نفرغوها. توا نتعداو للسكري, وي باهي عندنا دو روسيت, عندنا دي بولات اموند
شمية انغوبي في شوكولا وعنا البوزة سهلة حاضرة يظهر لي انغاتابل متاع فانواس دونك الغسيت متاع البوزة شيف شنو نستحقه ديجا ناخذو هوني الميلانج متاع فانواس دونك بور بوزة جست نحب نقول لكم حاجة دونك الميلانج هذية بوزة تتكل بالمغرفة كانكم انتو ما تحبوا بوزة تتشرب تزيدوها كونتيتي متاع حليب اي معتها الهذية نزيدوا عليها نص لتر حليب فوالا دونك كان تحبوا تتحصلوا على بوزة أبواغ تزيدوا 600 مليلتر حليب احنا توا حشتنا بيه في كوبيت دونك باش ناخذوا بالمغرفة بالمغرفة دونك باش ناخذوا 500 مليلتر نص لتر حليب باهي دونك ناخذوا لهنا لو ميلونج نتاع فانواز فانواز اللي عندها اون غراند فاريتي دو برودوي يسهلوا على الاخر الكوجينه سورتو المراه هكا اللي ديما تدخل تزرب وكل شيء سي ان فري مومون دو بارتاج لي روسيت نتاع فانواز نجموا نتلموا عليهم الحق العائله مع الصغار واحد يحط الشيف الحليب واحد يحط الكساشي معناها سي دي روسيت بالحق ساهلين و سي ان فري مومون دو هكا دو بارتاج دو لما سورتو في شهر رمضان نعرفوا الناس الكل تدخل كوجينه في شهر رمضان ومحليها هذيك اللمه دونك هنايا عندنا البوزه عندنا زاده كيف كيف لي ميلونج نتاع الكيك عندنا لي ميلونج نتاع السالي زاده كيف كيف كو سوا بريك فريكاسي بريك دانوني عندهم زاده سكر فاني عندهم لي كريم باتيسير بانواعهم فما حتى بالعطرشيه شوكولا فاني دونك بالحق عندهم اون لارج جام دو برودوي دونك هوني شيف حاطين 500 مليلتر حليب حاطين الساشي نتاعنا نتاع البوزه فانواز ونزيدو مغارفتين ثلاثة سكر انتو ما كيفاش تحبوا الحلاوة حطيت سكر شايفة لا نزلت دونك الطون دو بريباراسيون والطريقة متاع التحضير تلقاوها موجودة على الباك وراهم لي برودوي فانواز ما فماش ما أسهل منهم و سي دي برودوي ما تخافوش يعني سي دي روسيت 100% ناجحين دونك ميلونج حليب سكر ونحطو فوق الغاز حتى لين تبقبق شايف شقاولك نعاونك انا نخلط وانت تعدى الغسيت الثانيه باش نربحو وقت اييه باهي ما نعرفش نجيب حذيك نكر النار هاديه الغسيت الثانيه اللي هي كعبر الشاميه باللوز دونك هوني شايف شناخذوا شاميه النعوره سبيسيال اخترنا سبيسيال هذايا فيها اكثر جلجلين اقل شويه حلاوه اي بيان سور نكهه السنه 2023 دونك سافور دو لاني 2023 تسع سنين دو سويت دونك لي بول هذوما نتاع الشاميه ولوز شنو نحط فيهم اخر؟ باش نحطوا فيهم الاروم نتاع اللوز باش نزيدوا شويه عسل باش هكا تخلينا نجموا نلموها في بعضها نلموها في بعضها اما الوقفه هوني عذيبه ريحتك العدس من غادي والشربة مع ريحة البوزة زدت كملت حليت لحكة الشامية شايف نرجع لبلاصتي ناخذ شوية لوز هكا دونك حاطين شامية وحاطين شوية أموند أون بودر لوز أبيض نخليه شوية دريساج شوية عسل ناخذ هكا شوية الأروم تاع اللوز. روح اللوز. روح اللوز. باهي. هذايا حطينا من بزيد خاطر روح اللوز الحلو، دونك ما يقلقش في الجو، ما فيش هكا الجو قوي. باهي. باش نعجنوا كل شيء مع بعض وحتى لين نتحصلوا على التعبرات. باش نحطوها من بعد في الشوكولا غوسيت سهله تمشي على الاخر في السهريه تتسربى هكا مع كويس تي فنجان القهوه هكا ولا شيء ساعه ما تخرجش للسهريه ما تخرجش قلت للسهريه انا كنت نقول باش تخرج للعيد العيد هذول ما غير نعملوا تاكل في وقتها نعملوا دوزيام بارتي في العيد جا لهنا حتى الشاميه هكا بالسخانه نتاع اليد دونك تطرى شويه ديجا هذيا شايف الشاميه سبيسيال ديجا هي اطرى الي بلو توندر خاطر فيها اكثر جلجلي دونك نلموها باليد نعملوا تعبرات غوسيت بالحق سهله على الاخر
شايف يظهر لي البوزة ديجا بدات تعقد كما شفنا دونك بالطريقة هذية نجموا نعملوا الكعبرات نتاع الشامية واللوز حطينا معهم شوية روح اللوز وشوية عسل باش يشدوا في بعضهم ومن بعد ديريكتومون شايف باش ناخذوا كل كعبورة ونشوفوا كيفاش نغطسوها في الشوكولا نخليها انروبي فورشيت ولا كوردون ولا حاجة ولا حتى بالفورشيت داكور شوفوا مع بعضنا طريقة واحدة ونكملوا نحضروا الآخرين ناخذوا حاجة حتى هكا دونك نجموا ناخذوا حاجة كيما هكايا تغرق كلها وديريكتومون ونخليوها شيف تستقطر هكا كان بعديك تعاود شوكولاتة تيبس هكا ولا شوكولاتة تيبس بيان سور نعملوها هكا بال نوات كوكو دونك نتوما فيش تحبوا تغطسوها تنجم تحطوا تغطسوها في فيكيا في نوات كوكو دونك نتوما وفيش تحبوا تغطسوا الكعبرات نتاعكم وبالطبيعه من بعد نخليوهم ديريكتومون وريهم شيف دونك نتحصلوا على كعبه كيما هكايا ظهر فيها بينا بعد تيبس الشوكولاته وعندنا الداخل شايفك الشاميه تبدا تندر مع اللوز مع اللوز ياسر تكون حاجه بنينه مع قهوه عربي في السهريه حاجه ياسر ياسر بنينه جوست نحب نفكركم اللي فما دي برومو مع ليلا في شهر رمضان برومو على لو جافيل دونك نحب نفكركم اللي هوني عندنا لو فورما 3 لتر على 500 مليلتر بليش ال 1 لتر و demi على 300 مليلتر وال 4 لتر 75 على 800 مليلتر كيف كيف عندنا لهنا زاده ليكيد فيسيل نكملوا نحضروا تويكا ونغسلوا المعون نتاعنا قطره واحده تكفي باش تغسل المعون الكل فما بليزيور فاريتي سيترون جون سيترون فير اغروم الوي فيرا وهوني عندنا لو فورما 2 لتر و demi نمشيو احنا مع بعضنا توا بيبليسيتي ونرجعوا نلقاو دريساج كل حاجه